my fault. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ طبعا اليوم هسوي مقلب يوسف، راح افجر بيته. هو اصلا مو مقلب، بس شوف وياي. والله يلا خلينا نحط تي ان تي. يلا 1 2 3. لا 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 يا شباب، انت راح. السلامة. طبعا يوسف راح يعصب علي، بس عادي، نبني له بيت عود، قصر نبني له. وشباب كفاية المقطع السابق، روح اكتب تعليق وشارك، ومع السلامة.